حبايبي الحلوين، النهارده فيديو جديد وازاي نرسم شجره بكل بساطه زي ما اتعودنا ونلونها صح. استنوني بكل التفاصيل، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل درس جديد من دروس الرسم بتاعتنا. احنا عملنا الورد وعملنا الفراشة، النهاردة بقى هنعمل الشجرة. ازاي هنرسم شجرة؟ اول حاجة هنعمل خطين كده، مش الشجرة بتبقى واقفة على حاجة، اهي الساق بتاع الشجرة. طيب في كذا طريقة لرسم الشجرة، احنا هديكوا كده كذا طريقة وانتوا برضو ايه هتلاقوا نفسكم بتبتكروا افكار تانية واشكال تانية كتير. ممكن نعمل كده، نقسم الجزء اللي فوق ده، عارفين رقم 11 او 11 اهو، بصوا قسمنا الجزء اللي فوق ده كده 3، وبعدين هنيجي هنا هنبدأ نعمل، بصوا سهلة خالص خالص. طيب ونيجي نعمل كمان حتة، مش شرط في كل واحدة واحدة، يعني احنا بقى بنعمل براحتنا، ممكن نعمل حتة صغننة هنا، ممكن نعمل ورا دي كمان حتة كده، ورا دي حتة كده. شايفين بقت شجرة جميلة ازاي؟ طيب ناخد شكل تاني، هنعمله ازاي؟ لازم كل الشجر عنده ايه؟ او الرجلين اللي هو واقف عليها دي. ممكن من تحت الشجرة هنا قبل ما نعمل الجديدة نعمل ايه؟ عارفين الحشائش او الجراس بتبقى تحت الشجرة دي اهي، يبقى كأنها في جنينة كده. ممكن بقى الورد اللي احنا اتعلمناه تبدأوا تعملوا ورد من تحت الشجرة كده، وممكن تعملوا الشجرة نفسها مثلا فيها تفاح، فيها ورد، فيها برتقان، زي ما انتوا عايزين. طيب التانية بقى دي هنعملها ازاي؟ ممكن برضو نقسمها، بس المرة دي هنقسمها بقى اكتر شوية، هنقعد بقى نطلع منها كده ايه، بصوا نطلع منها بقى كتير كده ازاي، وهنعملها بقى واحدة اهو 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 كده 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 اهي، وشكل كمان للشجرة. نبدأ نعمل تحتيها الحشائش بتاعتنا، او ممكن تعملوها بالالوان على طول. ممكن اعمل لكم شجرة كمان صغنونة واقفة هنا جنبيها اهي، نعملها ازاي دي؟ نعملها بقى ايه، بصوا حاجات كده صغنونة جنب بعضها. عارفين زي ما بترسموا السحاب كده اهو، نعمل بقى حاجات كتير كتير كده لحد ما نعمل بقى الشكل اللي يعجبنا. شفتوا بقى شجرتي اهي، شفتوا بقت عامله ازاي جميله برضو خالص. زي ما اتفقنا في كل فيديو او في الفيديوهات اللي فاتت، ان احنا لازم بنعمل بخط خفيف خالص بالرصاص، بعد كده هنبدأ ايه نتقل على الخطوط اللي خلاص الاساسي اللي عندنا، وبعدين نلون. انا هبدأ، انتوا ممكن تعملوا بقلم فلوماستر بالتحديد بتاعكم او باللون الالوان الاسود، انا هحدد بالقلم الحبر. ممكن بقى نعمل على الشجرة عشة كده وفيها عصفورة، ممكن نعمل فاكهة زي ما قلتلكوا او ورد، عايزة بس ايه نحددها واوريكم ازاي هنلون الشجرة. وهطلب منكم بقى طلب جميل جدا في اخر الفيديو، الهومورك بتاعنا او الواجب بتاعنا هنعمله ايه، مش هيبقى الشجرة بس،
في حاجة تانية جميلة خالص. طيب انا هروح اكمل تحديد وارجع لكم تاني ونشوف هنلون ازاي. انا خلصت وحددت الرسمه بتاعتي ومسحت الرصاص عشان الرسمه بتاعتي تبقى نظيفه وجميله. معلش بقى صوت الكلاب اللي في الفيديو ده. طيب اتفقنا قبل كده ان احنا لما بنلون بندخل كذا لون مع بعض عشان الرسمه بتاعتنا يبقى شكلها حلو. نبتدي مثلا بالاخضر الغامق ده. فاكرين كنا بنعمل الورد ازاي والفراشه؟ احنا ممكن نعمل من على الحروف اللون الغامق ومن جوه الفاتح. وقلنا برضو ان احنا ممكن بنفس اللون نعمل ايه تقيل قوي والخفيف قوي. بصوا ممكن بلون واحد بس نلون الشجرة كلها تقيل وخفيف يبقى برضو شكلها ايه جميل زي ما اتفقنا. مش بنسيب اي حتة بيضة وبنعمل كله في نفس الاتجاه، مش بنشخبط وخلاص. وما تلونوش بسرعه عشان انا شفت كذا حد من اللي رسم الرسومات اللي فاتت كان بيلون بسرعه ومستعجل. لا احنا مش مستعجلين، بنلون بالراحه. وعايزه اقول لكم ان انا لما بتشوفوني بلون بسرعه في الفيديو كده انا ببقى مجريه الفيديو، مش انا اللي بلون بسرعه. يعني انا كمان شويه هجري الفيديو عشان بس الوقت بتاع الفيديو يبقى صغير، لكن انا بلون بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين كده، مش مستعجلة. بعمل مكان مكان وبراحتي خالص خالص. ممكن برضه احط اصفر. خلاص طيب هعمل بقية الشجرة دي بسرعة، بس انا مش بلون بسرعة، انا بلون بالراحة. الفيديو هو اللي بيمشي بسرعة. وارجع لكم تاني. انا كده خلصت المكان ده كله. عايزه اقول لكم على حاجه، بس انتوا لو شفتوا وانا بلون انا حطيت ورقه تحت ايدي كده وانا بلون. ليه؟ عشان ايدي من هنا بتوسخت ازاي وانا بلون، فكده هتوسخ بقيه الرسمه. فانا بحط الورقه كده والون عشان ما اقعدش ايدي تتوسخ، ولا ايه اجيب الالوان الاخضر هنا وهنا 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 وابوظ الرسمه بتاعتي واخليها مش نظيفه. انا لونتها لكم كده. هنشوف بقى هنلون الجزء اللي في النص ده ازاي او الساق بتاعه برضو بنفس الطريقه اللي بنلون بيها. هو مثلا طبعا الشجره من هنا لونها ايه؟ بني. ممكن ندخل معاها بني فاتح، ممكن ندخل معاها اصفر، ممكن ندخل معاها اورنج، ممكن ندخل في الورق برضو فوق اورنج، يبقى برضو جميل. انا عايزاكم بقى ايه شوف الابداع بقى المرة دي.
بالراحة زي ما اتفقنا، بنلون بالراحة مش مستعجلين. كل ما الرسمة بنلونها بالراحة كل ما بتطلع أحلى والألوان نضيفة ومش شكلها في خبيط. زي ما قلتلكوا انا ملونتش بسرعة في فوق هنا، انا جريت الفيديو عشان بس ما ناخدش وقت كبير. ممكن برضو هنا نلونها برضو بني بس ونقعد نتقل ونخفف كده زي ما اتفقنا بنفس اللون. يعني ده كل واحد براحته. بصوا كده هي شكلها جميل. ممكن ندخل فيها زي ما قلت لكم اصفر مثلا او البني او الاورنج او بني فاتح. يعني ده براحتنا. دخلنا فيها الاصفر شويه بشكل تاني. ودي ممكن نرسمها ونلونها وممكن نعملها بالألوان على طول. أنا عايزة بس أتقل معايا كل حتة دي شوية. بصوا بقى كده دي ما يجيش بقى ما تاخدش من البني ده وتحطه بقى في الاخضر ويبقى الرسمة بتاعتي مبهدلة. لا كده اشتغل بقى وارسم ملون بنضافة عشان الفنان يبقى نضيف. خلاص هنلون بقى باقي الشجر كله بنفس الطريقة بالالوان اللي احنا نحبها، مفيش اي مشكلة خالص. هنعمل ايه؟ احنا كده خدنا الورد، خدنا الورد خدنا الفراشة وخدنا الشجر. هنعمل بقى جنينة، هنعمل جنينة كده مع بعض. طيب ممكن نعملها ازاي؟ عايزة اقول لكم اي موضوع عايزين نرسمه سواء هنا او في المدرسة او اي حاجة لازم نقسمه بس بخط خفيف. لازم نشوف مثلا نعمل خط كده، لازم نعرف فين الارض بتاعتنا وفين ايه السماء. لازم نعرف فين الارض وفين السماء ونشوف ايه الحاجات اللي بتقف على الارض نوقفها وايه الحاجات اللي بتطير مثلا او موجودة في السماء نعملها فوق في السماء. طيب انا مثلا هعمل شجرة هنا، هبدأ اطلعها كده زي ما اتعلمنا. طبعا الشجرة بتبقى واقفة على الارض وطلع لفوق، ممكن حتة منها باينة ايه في السماء بس هي واقفة فين على الارض. هنعملها مثلا بأول طريقة مثلا اللي احنا عملناها، ممكن جزء منها يخرج برا اللوحة ما فيش اي مشكلة. اهي مثلا دي شجرة، عايزين تزودوها اكتر من كده زودوها. طيب هنبدأ بقى نعمل جنبيها بقى كده الورد اللي احنا خدناه اي شكل بقى ايه تحبوه. احنا خدنا اشكال كتير، اللي ما شافش الفيديو بتاع رسم الورد ممكن يشوفه تاني. ويجي الورق بتاعه نعمل وردة كمان الناحية دي. سهلة خالص. طيب ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل هنا كمان شجرة الناحية التانية. نعمل
نعملها بقى ممكن بالطريقة اللي خدناها آخر حاجة، اهي كده، وهنا حتة كمان، حتة كمان. بصوا عاملة زي ما نكون بنشخبط كده، بس ايه، احنا عارفين بنعمل ايه. شجرة اهي، الفيديو كان مزغلل شوية تقريبا. طيب اهي شجرة وشجرة، نعمل هنا بقى ورد لو احنا عايزين، ممكن نعمل اطفال بيلعبوا، ممكن نعمل بقى الفراشة اللي خدناها كده طايرة. ممكن مش فراشة واحدة بس، احنا ممكن نعمل فراشات بقى كتير، كل واحدة ليها شكل وليها لون. فراشة اهي، ممكن نعمل لها واحدة صغنونة طايرة جنبها، ممكن نعملها بقى بشكل تاني. خلاص. طيب هنعمل بقى في السماء، هنسيبها كده؟ لا، هنعمل مثلا السحاب، سحابة مستخبية ورا الشجرة، ودي سحابة فوق شوية. ممكن نعمل الشمس هنا ورا السحاب، نعملها بتضحك. شفتوا ازاي؟ واعملوا بقى هنا ورد كتير، وزي ما قلنا ممكن اطفال بتلعب، كل اللي احنا عايزينه. بس عايزين نتفق، احنا بنلون، نلون بالراحة ونلون حلو، ندخل الالوان في بعض زي ما اتعلمنا. وعايزة الفت نظركم لحاجة، السحاب بيبقى لونه ايه؟ محدش ابدا يلونه باللبني، احنا عارفين ان السحاب لونها ابيض. لو لونا لكم بس لون لبني، لو لونا حوالين السحابة باللبني هتفضل هي بيضة، عشان محدش يقول لي طبعا هي الصفحة بيضة اصلا، الونها انا ازاي ابيض؟ اهو لو قعدنا نلون السماء من حوالين السحابة كده باللبني، هتتبقى هي ايه؟ لونها ابيض. شايفين ازاي؟ سهل وبسيط خالص. عايزاكم بقى لو ترسموا الشجر وتحاولوا تعملوا لي الجنينه الجميله دي بالحاجات اللي احنا خدناها كلها، وتلونوها وتوروهاني. والمره الجايه ناخد بقى حاجه جديده خالص، بس اشوف رسوماتكم الاول. ما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل، ولايك للفيديو، وشير لكل اصحابكم. ولو عندكم اي كومنت عايزين تسيبوه ياريت، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات جاية كتير.